الحمد لله رب الأرض ورب السماء، خالق آدم وعلمه الأسماء، وأسجد له ملائكته، وأسكنه دار البقاء، وحذره من الشيطان ألد الأعداء، ثم أنفذ فيه ما سبق به القضاء فأهبطه إلى دار الابتلاء، وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء، وتجلت رحمته بهم فتوالت الرسل والأنبياء، وما منهم أحد إلا جاء معه بفرقان وضياء، ثم ختمت الرسالات بالشريعة القراء، ونزل القرآن لما في الصدور شفاء، فأضاءت به قلوب العارفين الأتقياء، وترطبت بآياته ألسنة الذاكرين والأولياء، ونهل من فيضه نور العلماء والحكماء. نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء، ونستعيذه على البأس والضراء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء، ونسأله عيش السعداء وموت الشهداء والفوز في القضاء، وأن يسلك بنا طريق الأولياء الأصفياء. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بالإدارات بالجهات الأهلية والخيرية بتهامة قحطان وآل تليد، أيها الحضور الكرام، السلام على طلاب العلم الذين بذلوا كل ما في وسعهم ليرقوا للمعالي، رجال الهمة والعز والمعزة. السلام على الصادقين الذين جعلوا لهم في سلم الجد ذكر ودليل. السلام على أهل المعرفة والعلوم التي نالوا بها أعلى درجات العلم. السلام على من صبر وجاهد حتى حاز على المناصب والمراتب المشرفة. السلام على أهل الحكمة والدراية والقدرة، وبهم عم ذكرهم، وصاروا نبراسا وقدوات يقتدى بها. أيها الحفل البهي، يسر الجهات الأهلية والخيرية بتهامة قحطان وآل تليد أن تبارك لخريجي درجة البكالوريوس وخريجي درجة الماجستير وخريجي درجة الدكتوراه، متمنية لهم مزيدا من التقدم والنجاح في حياتهم الدنيوية والآخرة. ملخصة كلمتها في هذا المساء في ثلاثة رسائل. الرسالة الأولى: تدعو الخريجين من البكالوريوس والدراسات العليا متابعة أعمال الجهات الأهلية والخيرية وأعمالها التطوعية، ومن لهم علاقة بالتطوير الإداري وعمل الخطط الاستراتيجية والتطويرية للرقي بالجمعيات الخيرية والأهلية بتهامة قحطان وآل تليد. الرسالة الثانية: إن هذه الجهات الأهلية والخيرية في تهامة قحطان وآل تليد بفضل الله تعالى، ثم بجهودها الملموسة والمشهودة، رعت طلاب الجامعات من بداية دراستهم إلى تخرجهم بدورات وبرامج متنوعة تستهدف الطلاب المتفوقين في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية، والتي تسهم في رفع المعدل الدراسي للطالب في جميع مراحله التعليمية. وقد أخرجت هذه الجمعيات الأهلية والخيرية القضاة والدكاترة والملازمين والمهندسين وغيرها، مما أسهمت في التحاقهم بسوق العمل وتوفير القدرات المطلوبة والمطابقة
كما إنها تخدم في شتى مجالات المجتمع، ومنها توفير المعاش والسكن للأسر المحتاجة، وتعليم أمور دينهم ودنياهم، وحفظ كتاب الله العزيز، وغيرها الكثير مما لا يسعفنا هذا الوقت سرد فضل هذه الجهات التي لها الفضل العظيم لمجتمع تهامة عامة. الرسالة الأخيرة للمحتفى بهم: جمعتكم الجهات الأهلية والخيرية بتهامة قحطان وآل تليد لمشاركتكم فرحتكم هذا الإنجاز العظيم. وأخيرا يا من الله عليكم بطلب العلم والالتحاق به، احمدوا الله أن من الله عليكم بهذا الفضل، فاحرصوا رعاكم الله على الاهتمام به وتعليم العامة من الناس ما قد حزتم عليه من العلم الذي نلتم به أعلى الدرجات. نفع الله بكم وبعلمكم، وجعلكم مباركين، وأعانكم في مسيرة علمكم، وحفظ الله ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، وجميع مقدساتنا وأمننا من كل سوء ومكروه. تم الكلام وربنا المحمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.